تيجي. شايفي القمر دي كده؟ كانت هتهرب بسبب ده. فريكي ليكي مجنون بقى في الحديد ولا افريكي. عايز تعبني فريكي. انا بقول لكم مجنون هو ده. عايز عدنا عشان في غيره ما بين دي وما بين هو غيران. خد يعني تخيلوا افريقيا عايز يعدينا. انا دي كانت هربت دي صح؟ حتى انت كمان عايزه تعدني. عارف ايه؟ عارف شوية في مالهم المعامله بقت عامله كده ليه؟ طبعا الناس اللي بتسال عن فزاع تحب الناس اللي هي متابعه قوي و يعني والحيوانات في قلبها كده. طبعا فزاع اهو. بصوا يا جدعان في ناس بتشوف الفيديو ممكن تقول مثلا هو ما اكلش بقاله شهر. عايز اقول لكم ان هو كل يوم بياكل حوالي 3 كيلو هياكل مواقف فراخ كل ده. بس هو ده الشراسه الفطريه في الاكل عنده كده. مش بقى غير الفزاع اللي ما شافش ايه الافريقي او الافريقي ما شافش فزاع. فده خطه في الفيديوهات الجايه. طيب زي ما انتم شايفين كده حلاوه الريف الاوروبي او المصري يعني ان الدنيا هنا الصبح بتبقى منظر خطير جدا. طيب احنا قبل دلوقتي ما نطلع النسانيس او روب ونخليها تتخانق مع افريقي بره، احنا الاول دلوقتي تعالوا نقرب لافريقي ونشوف رد فعلها بيبقى عامل ازاي. طيب بصوا انتوا عارفين ان سيزر وروب هنا لو تاخدوا بالكم انا عامل لهم سلك جديد هوريلكم دلوقتي مقفز لهم زياده عن المكان بتاعهم. والشارع ده انا حاطط فيه الافريقي عقبال ما نظبط له مكان تاني وكده. هي بقى قطعت السلك وطلعت من هنا، طلعت من هنا هنا كده. يعني شوفوا انا عملت سلك جديد عشان ما تطلعش. اول مره تطلع او تسيب بجد احنا كنا عاملين فيديو مسيبينها بينزل 15 متر او 20 متر بس هي دخلت. انما هي طلعت لوحدها فانا طلعت انا قلت هي هربت. فاحنا هنعمل التجربه دي بقى دلوقتي ونطلع روبي دي افريقي عشان يتخانقوا مع بعض في خناقه جامده النهارده. طبعا الافريقي كان من تحت بالطريقه دي كده زي ما انتم شايفين كالوا اكل حتى بواقي اكله تحت باسنانه. فاحنا عملنا له حته الحديده دي لو تاخدوا بالكم هنا. بص كده شايفين ده؟ ده طبقه فوق الطبقه دي تمام. قفزناها بسلك. طبعا الكلام ده كله لسه هنظبطه. يعني لو تاخدوا بالكم مكان الافزان الكتير دي دي الحته اللي هي قطعتها تمام. الحته اللي هي الابزان الكتير اللي جوه اللي تحت السلك هي طلعت من الحته دي كده ودخلت من الحته دي برضه. طبعا المعلم اهو الذكر اللي جوه اهو بيتاو وهي جوه وهي جوه. طبعا احنا عملنا لها مكان اهو. افضل التاو بقى انت بتعمل حركه. هعمل لهم مكان لجوه عشان يبيدوا فيه. طيب تخيلوا بقى بعد 3 سنين مستنينهم ان هم يتجوزوا ان دي كانت هتهرب. فاضي فاضي ما تخافيش الكلب بعيد. طب مساكي عينها بقى مش طالبه معاه تفاحه الصبح. شوف ده كده عامل ازاي. هي الكلب اتمنه جنبها هنا فهي متوتره مخليهم يتخانقوا دلوقتي. دي كانت هربت حرفيا كانت هربت. ده بياكل في السلك. دي كهربا. بس كده عيب بس.
خد هنا والله يا جدعان حرفيا كانت هربت. لقيتهم بيصحوني الصبح بيقولوا لي الحق النسنسه في الجنينه، الحق هشام النسنسه في الجنينه، كانت هنا كده على الشجر. فطبيعي انا نازل خايف انها تهرب بعيد لان اول مره تتساب خالص، وطلعت ازاي مش عارف. هي فتحت مكان مخصوص لان الكلب كان معاه في الشارع عشان تطلع من مكانها. هوريكم الشارع دلوقتي عشان تضرب مين المعلم ده، بتضربه. انا هوريكم دلوقتي موقف بتضربه، هي بتطلع عشان تضربه عشان هو بيتعدى الاملاك بتاعتها والحدود بتاعتها. فطبعا انا نزلت ما جتش يمها، يعني سبتها في الجنينه. طبعا وقتها انا كنت خايف ما قدرتش اوصل لكم وقتها، الكلام ده كان امبارح. فبعدين رحت طلعت الافريقي، وانا بطلع الافريقي من مكانه كده من الشارع، اول ما مسكته لقيتها جايه كريم قبلاني وانا بفتح الباب، يا دوبك مسكته هي انتهزت الفرصه قامت نازله ماسكه بقى، فضلت تضرب في مين؟ فيه بدأت تضرب فيه وانا ماسكه، تضرب وتطلع تضرب وتطلع. بعد كده اول ما خدته بعيد هي هي دخلت لوحدها من نفس المكان اللي انا هوريه لكم. خد خد معاك واحده اهي، كلي خايفه تاكل. طبعا النسانيس والكلاب بيحبوش بعض خالص. تاكل عنب؟ شوفوا بتبص لها ازاي؟ يا عم نزل تضربه، خلي بالكم خليها تضربك دلوقتي، هي اللي معوراه كده يا جدعان. يعني هي اللي معوره الافريقي كده لو تاخدوا بالكم من التعويره. تعوري؟ تعوريها عشان لوحده؟ خد دي. شوف عايز يطلع عليكم. عايز ياخد حقه صح؟ طبعا دلوقتي زي ما انتم شايفين لو خدت بالكم من ده كل الفيديو عايز اعدني، فهو دلوقتي خيران. فبرضه تشوفوا انه عايز يعدني كده تقول خلاص انت اصلا ازاي هتمسكه او هتطلعه. تعالوا ندخل روبي ونشوف رد فعل سيزر لما ندخلها عليه، وبعد كده نيجي نشوف المعلم ده بقى هو زعلان ليه وعايز يعضني ليه. تعالوا ندخل دي كده، يلا خلاص خليك بعيد عني، تعالى هنا. شوفوا رد فعل بقى ايه صاحبها هناك، بصوا كده شوفوا شوفوا عايز يقابل. بص 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 شوفوا من نزلها تحت نزل تعال خد عايزين بس الاول ايه نفك لك ده. بص طبعا يا جدعان انا بفكها جوه لان انا عارف انها كده كده ايه هتدخل. بص على الكلب. طيب خلينا نشوف الموضوع ده. تعالى تعالى يا معلم تعالى هنا تعالى. عايز بقى عايز ايه؟ ينفع انت تكلمه ده؟ عايز ساعدني؟ مجنون يا جدعان، اقسم بالله مجنون جدا يعني. كلب عبيط. يعني شوفوا هو بيغير جدا يعني، ده كل ده عشان انا ماسك النسناسة. عارفين بقى تخيل بقى ان انت معاك شخصية زي الكلب ده وجه حد مثلا يتهجم عليك او انت دخلت خناقة او كان معاك الكلام ده كله هيبقى معاك ولا 100 راجل. اه والله سندالي يعني بيموت. عارفين انا بيموت لسه الفترة اللي جاية اوريكم هو بيموت ازاي. كل الفيديوهات اللي جاية هتشوفوه اكتر وهو بيعمل ايه صح؟ تعالى العب خد هنا خد هنا تعالى تعالى فريكي يلا
يلا خد خد تركي اطلع حتى من فوق. خد خد سنس. لا يلا كده بقى خلصت فيديو النهارده. حبيت بس اشارككم اللحظه الغريبه والجميله ديت. وسام فيديوهاتك هي جامده كده، مش انت تشوف وفعل الجرس، بس انت بتشوف وفعل الجرس مشترك في القناه. سلام.